البولس، فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى العبرانيين. فإنه يصير إبطال الوصية الأولى من أجل ضعفها وعدم نفعها، إذ الناموس لم يكمل شيئا، ولكن المدخل هو مال الرجاء الأفضل الذي به نقترب إلى الله، وعلى قدر ما إنه ليس بدون قسم، لأن أولئك بدون قسم قد صاروا كهنة، أما هذا فبقسم من القائل له: أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. على قدر ذلك قد صار يسوع ضامنا لعهد أفضل، وأولئك قد صاروا كهنة كثيرين من أجل منعهم بالموت عن العمران، وأما هذا فمن أجل أنه يبقى إلى الأبد، قد أخذ كهنوتا لا يتغير، فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم، لأنه كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وارتفع أعلى من السماوات، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة الذين يقدمون ذبائح أولاً عن خطاياهم المختصة بهم، ثم بعد ذلك عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. فإن الناموس يقيم أناساً بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي كانت بعد الناموس فتقيم ابناً مكملاً إلى الأبد. أما رأس ما نقول فهو: لأن رئيس كهنة مثل هذا قد جلس عن يمين عرش العظمة في السماوات، خادماً للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان، لأن كل رئيس كهنة يقام لكي يقدم قرابين وذبائح، فمن ثم يجب أن يكون لهذا أيضاً شيء يقدمه، فإنه لو كان على الأرض لما كان كاهناً، إذ يوجد الكهنة الذين يقدمون قرابين حسب الناموس، الذين يخدمون شبه السماويات وظلها، كما أوحي إلى موسى وهو مزمع أن يكمل المسكن، لأنه قال: أنظر أن تصنع كل شيء حسب المثال الذي أظهره لك على الجبل. أما الآن فقد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضاً لعهد أفضل، الذي تقرر بناموس بمواعيد أفضل، فإنه لو كان ذلك الأول بلا لوم لما طلب موضع للثاني، لأنه يقول لهم لائماً: هو ذا أيام تأتي، يقول الرب، حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهداً جديداً، لا كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم، يقول الرب، لأن هذا هو العهد الذي أعاهد به بيت إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب، أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم، وأنا أكون لهم إلهاً وهم يكونون لي شعباً، ولا يعلم كل واحد ابن مدينته ولا كل واحد أخاه قائلاً: أعرف الرب، لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم، لأني سأغفر لهم ذنوبهم
ولن أذكر خطاياهم من بعد. فبقوله جديدا جعل الأول عتيقا، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الفناء. نعمة الله الآية فلتحل على أرواحنا، آمين.